بسم الله. اليوم حضرتنا هي على ردود الرأس المغلقة. في مقدمة وبيات أنه في الولايات المتحدة حدوث إصابات الرأس المغلقة بحوالي كانت 200 حالة إلى كل 100 ألف شخص، يعني الرقم بعدد كنسبة لعدد السكان شيء 75 ألف مريض سنويا. الإحصائيات تقول أنه الرجال ضعف النساء، 15% من هؤلاء المرضى بيموتوا بسبب الإصابة عند وصولهم لقسم الطوارئ، يعني أول ما بفوتوا بيكونوا ميتين، جزء كتير كبير منهم. تعتبر ردود الرأس المغلقة السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والبالغين اللي بتبلغ أعمارهم دون 45 سنة، وبتسبب الموت الفوري في 25% من الإصابات الرضية الحادة. إصابات الدماغ الرضية لوفيات أكثر من تلك التي تحدث في مناطق معينة من الجسم، يعني مورتاليتي عالية تكون عندها. نزف الدماغ بنشوفه في 25 ل 45% من حالات من ردود الرأس الشديدة، و3 إلى 12% من حالات الإصابات المتوسطة. يعني عندنا نزف فوق جافي أو تحت جافي أو عنكبوتي أو نزف مستبطن أو تقدم دماغي، أي شكل من الأشكال هدول. معدل الوفيات السنوي من إصابات الرأس المغلقة تكون عندنا بإصابات الرأس الخفيفة معدومة، 7% بإصابات الرأس المتوسطة و36% بالإصابات الشديدة. انخفض معدل الوفيات الناجمة عن إصابات الدماغ الرضي بشكل مضطرد من 50 ل 35، بعدين 25% آخر 30 سنة. ممكن هذا له علاقة مثلا الوسائل الهوائية وأحزمة المقاعد والسيارات لأفضل تصنيعها، تحسين التقييم والإنعاش قبل الدخول للمشفى، والنقل السريع إلى مراكز التروما، التدخل الفوري، بالإضافة إلى التكنيكات الجراحية والرعاية الحرجية في العناية. الإصابات الرضية قلنا هي سبب رئيسي للوفاة بين الأطفال والبالغين الأعمار أقل من 45. معدل الإصابة بيختلف حسب العمر، الأطفال والشباب كمان قلنا إنه بيتعرضوا لردود الرأس المغلقة أكثر من كبار السن. اللي عم بيضلوا عايشين غالبا عم بيعانوا، جزء منهم عم بيعاني من عجز عصبي حاد، ممكن يوصل معهم ليكون المريض تحت حالة إنباتية مستمرة. الإعاقة الدائمة لدى الناجين عم بتروح من 10 ل 100% اعتمادا على شدة الإصابة. إصابات الجهاز العصبي المركزي هي الأكثر تكلفة اقتصاديا وعجز جسدي ونفسي واجتماعي ومهن، ورعاية وإعادة تأهيل طويلة الأمد. بالنسبة للتصنيف في 3 تصانيف، تصنيف حسب آلية الرد، في تصنيف حسب السريرة، وفي تصنيف ثالث حسب مكان الرد. يعني هو تصنيف تقريبا هو شعاعي حسب آلية الرد. أن الردود يعني المغلقة والردود النافذة. الردود النافذة يعني اثنيناتهم بيتشاركوا في شغلة، إنه مثلا بالردود المغلقة بالحوادث أو بالسقوط ممكن يصير في عنا أذية مفتوحة، ونفس البنتريتينج. لهيك صنفوا إنه ردود الرأس المغلقة هي اللي بتشمل حوادث السير، السقوط أو الاعتداءات، والردود الرأس المختلقة هي اللي بتشمل الإصابات الحربية وحوادث الطعن. حسب الخطورة حسب اعتمدوا على سلم جلاسكو، انه الخفيفه بتكون في الوعي جيد 14 ل 15، المتوسطه بيكون الوعي متوسط من 9 ل 13، الشديده بيكون وعي تحت ال 8. حسب الشكل هذا التصنيف بني على دراسه تصويريه على السي تي والاشعه البسيطه، وقسموه الى كسور القحف والافات داخل القحف. كسور القحف الدول المتطورة عندهم السي تي هي الدراسة التصويرية المختارة، والأشعة البسيطة لا تجرى إلا. كسور القحف تقسم إلى كسور القبي وكسور القاعدي. كسور القبي أما بتكون عندنا خطي أو نجمي أو منخسف نجمي، يعني إنه بتكون مشعة أكثر من خط للكسر، بيلتقوا في نقطة مركزية مثلا، إنه هي مكان أول ما يصطدم الجسم الراد. كسور القاعدي من الصعب تحديده على الصورة البسيطة، ويحتاج تحديدا لإجراء سي تي للرأس مع نافذة عظمية. نشوف عند هؤلاء المرضى إنه مثل عين الراكون، كسور القاعدة الأمامي وسقف الحجاج، سيلان السي اس اف من الأنف، كمان كسور القاعدة الأمامي، علامة باطل وخلف الأذن دليل يعني إنه بتشير لكسر صخرة، كسور في القاعدة قاعدة الجنب الوسطى. وهذه يعني الكسور الخطي انه تزيد من خطر حدوث النزف داخل القحف، لذلك في كل مره نجد فيه كسر خطي على الصوره البسيطه او السي تي يجب قبول المريض في المشفى للمراقبه، خاصه الكسور الصدري الخطي المترافق احيانا مع ازيد الشريان السحائي الاوسط.
كسور المنخسفي يمكن أن تسبب ضغطا على الدماغ، وكقاعدة فإن القطع المنخسفة لسمكة أكثر من سمكة العظم تحتاج إلى رفع الجراحة. الكسور المفتوحة التي يوجد فيها اتصال مباشر بين الجرح الخارجي والمادة الدماغية تحتاج لتداخل جراحة باكر، ونتائج بعض الكسور الغائرة تتعلق بشدة الأذية الدماغية، يعني النتائج السريرية. الهدف من إصلاح الكسر الغائر هو الهدف التجميلي، يعني الأذية الدماغية حادثة لحظة الكسر، أما الأذية العصبية إنه تتصلح بعد إصلاح الكسر الغائر، فهذا الشيء مورد. هون على الصور البسيطة في عنا كسر جبهة نفسه على الصورة الجانبية واصل للدرز الكليلي. على صورة الطبقة النافذة العظمية كسر عابر للصخرة. هون في انه تشارك الكسور مع بعض، كسور مثلا كسر غائر مع كسر متشعب منه كسر خطي، بالاضافه الى واصل لكسر القاعده وفي كسر في عظام الوجه. نفس الشيء هون بالصورتين. الافات داخل القحف في اذيات بؤري فوكر او منتشره، غالبا ما يكون الشكلين مترافقين. الاذيات المنتشره عاده تاخذ مظهر طبيعي نسبيا على السيتي. الاذيات البؤري عندنا النزف فوق الجافي او تحت الجافي، نزف الدماغ المستبطن او تقدم الدماغ. صراحه انا اليوم يعني انه عم نحكي بس نحن على الحاد، تحت الحاد او المزمن ما نجي طريق المحاضره. بالنسبه للنزف فوق الجافي غير شائع نسبيا بردود الراس المولخه، نسبته من 2.7 ل 4% من مجمل ردود الراس، ويصل الى 9% في المرضى المثبوتين، يعني ردود الراس الشديده. المرضى غالبا بتتراوح اعمارهم بين 20 و 30 سنه، اكثر شيوعا في حوادث المرور بشكل 53% والسقوط 30% والاعتداءات 8%. اكثر شيء بنشوفه في المنطقه الصدغيه او الصدغيه الجداريه، غالبا بيكون تمزق شريان سحاي الاوسط او احد فروعه. في احيانا النزف بيكون سببه الكسور العظمي، خاصه اذا كان في كسور متعدده بشكل ثلث الحالات. نزف وريدي من وريد سحاي أوسط غالبا أو الجيوب الوريدي، وهذا نشوفه أكثر شيء بالحفرة الخلفية. الإنذار يكون ممتاز إذا تم علاج الأذية الدماغية، إذا تم علاج بشكل باكر. الأذية الدماغية تحته تكون محدودة، ترتبط النتائج بشكل مباشر مع حالة المريض قبل الجراحة. يعني نسبة الوفيات تكون مثلا عند المرضى الواعيين اللي وصلوا على الإسعاف واعيين، عند الشيء غالبا تكون 0%. عند المرضى المخبولين اللي عند الدني عندهم جلاسكو مثلا من 9 ل 12 او من 9 ل 13 بتوصل ل 9%. وعند المرضى المثبوتين اللي بيتعرضوا لردود راس شديده تكون 20% غالبا، لانه هذا بيكون عندهم ازياد ثانيه ضمن القحف غير النزف فوق الجافي. النزف او الورم الدموي تحت الجافي الحاد اكثر شيوعا من فوق الجافي، 12 ل 29% من المرضى الذين يعانون من اصابه شديده لديهم نزف تحت الجافي في التصوير الاولي، غالبا تمزق الاورده الجسري. يمكن ان تترافق ايضا مع ذي في القشر الدماغي، ممكن ترافق مع تقدم، ممكن ترافق مع نزف مستبطن، ممكن ترافق مع نزف تحت الجافي ثاني كمان في الطرف المقابل او في نفس الطرف، وممكن ترافق مع نزف فوق جافي كمان في مكان تاني، وممكن تترافق مع كسر، يعني قد يكون الكسر موجود وقد ما يكون موجود. غالبا ترتبط آلية الرد بالعمر، نشوف عند المرضى الأصغر سن هو السبب الأشياء هي حوادث السير 56% والسقوط تكون 12%. السقوط نشوفه بالأعمار الصغيرة كتير. المرضى اللي بتزيد أعمارهم على 65 سنة نشوف العكس، إنه السقوط هو النسبة المسيطرة عندهم، بتسبب نزف تحت الجافي حاد، وحوادث السير أقل من هيك. هون العلاج بمضادات تخثر يزيد من خطر الإصابة بالنزف تحت الجافي الحاد 7 أضعاف عند الذكور، 26 ضعف عند الإناث. راح هاي المعلومة من ميدسكيب يعني، بس ما تأكد منها. الأذية الدماغية تحت النزف تحت الجافي الحاد ناجم عن الضغط المباشر الناجم عن الورم الدموي أو الوزن الدماغي أو بسبب ارتفاع الضغط ضمن القحف أو بسبب الأذية المحورية المنتشرة نتيجة الرد الميكانيكي لنسيج الدماغ. عادة ما تكون الأذية في النزف تحت الجافي أكثر شدة، إنذار أسوأ بكثير مقارنة بالنزف فوق الجافي، معدل وفيات حوالي 60%، وتزداد إذا كان المريض مثلا جراحه وتأخر جراحته لبعد 3 أو 4 ساعات. يمكن تخفيض هذه النسبة بالتداخل الجراحي السريع مع المعالجة الدوائية الهجومية. التقدم الدماغ ونزف الدماغ المستبطن شائع، غالبا بترافق مع نزف تحت الجافي. نحن بنحكي التقدم هون غالبا بيكون في الفص الجبهي والصدغي،
ويمكن أن يحدث في أي مكان حتى المخيخ وجلس الدماغ. منظر الملح والبهار مميز على التقدم. المنطقة عالية الكثافة يدل على بؤرة نسفية تحيط فيها منطقة ناقص الكثافة بسبب الوزن، بتعطينا هذا المنظر. هذا التقدم ممكن يتحول لنزف دماغ مستطيل خلال ساعات الأيام، وتدبير النزف للدماغ المستطيل أو حتى التقدم يعتمد على الحالة العصبية للمريض. ممكن يتدخل يحتاج لتدخل إسعافي في حال كان تأثير كتلي مهم أو دفع خط ناصف. أي نزف دماغ مستبطن بالصورتين الثنتين. الصورة الثانية في دفع خط ناصف كبير، الصورة على اليمين، والإضافة النزف واصل لضم البطينات. الأذيات المنتشرة تنجم عن أذية تسارع وتباطؤ للدماغ. نمط الأكثر شيوعا من أذيات الرأس في ارتجاج خفيف متوسط أو الكلاسيكي، تكون الأذية العصبية مؤقتة بالخفيف. والكلاسيكي بنشوف في حالة من في فقدان وعي، درجة معينة من فقدان الذاكرة ما قبل وما بعد الرد. طول فقدان الذاكرة بعد الصدمة يعد مقياس جيد لشدة الإصابة. فقدان وعي عابر وقابل للعكس، والمريض غالبا بيعود لوعيه الكامل خلال 6 ساعات. بالنسبة للديفيوز أكسيال إنجري، الفقد الوعي بيكون أكثر من 6 ساعات، كمان خفيف ومتوسط الشديد. الشديد يعني بشكل 36% من الأذية المحورية منتشرة. نشوف المريض بالعين عين ثبات عميق، فصل قشرة أو فصل مخ، وعجز عصبي شديد، وسوء أحيانا يصير عنده سوء غدة ذاتي مثل فرط توتر شريان وفرط حرارة وتعرق. بالنسبة للتقييم والتدبير، أذية الرأس الخفيفة نحن بنعتمد يعني على التوصيف إنه هذا عنده رد رأس خفيف على جلاسكو، مدة فقد الوعي ونساوي لما بعد الرد، الموجودات العصبية، العوامل الخطورة، الاختلاطات ضمن القحف. يعني المريض مثلا عنده أمراض تانية، عنده أمراض قلبية، بياخد أسبرين، بياخد تمييع. عادة المريض واعي ومتجاوب، جلاسكو يكون عنده 14 أو 15. ممكن يكون في نساوي لما حول الحادث. معظم المرضى بيحدث عندهم شفاء كامل، وبعضهم قد يبقى لديه أذية عصبية خفيفة. 3% قد يحدث لديه تدهور غير متوقع، يمكن يتطور عنده نزف أو يكون عنده نزف وبس لسه ما أعطى أعراض. هذا بعدين بيتعامل يا معاملة رد رأس متوسط أو شديد. التقييم الشعاعي، صورة بسيطة للجمجمة ممكن توضح لنا الكسور الخطية أو المنخسفية أو الكسور الوجهي أو إذا في أجسام أجنبية، وموقع الغدة الصنوبري إذا كانت متكلسة ممكن نشوفها على الصورة البسيطة. السي تي بالردود الرأس الخفيفة مطلوبه إذا في قصة فقد وعي أو نساوة بعد الرد، أو في مثلا أعراض تانية اللي هي الأقياءات أو غيرها. السي تي بيكون إجباري عندما بيكون جلاسكو أقل من هيك 13 ل 14، أو عند وجود عوامل خطورة. المريض تحت السنتين أو فوق 60 سنة، قصة رد غير معروفة، هيك لا تعتبر عوامل خطورة. التسكين الألم نسكن عادة مسكنات غير مركنين للسيتامول، ويمكن استخدام الكودائين في حال وجود أذية مؤلمة أو زيادة متعددة تانية. اختبارات دموية روتينية غير ضرورية إذا ما كان في هناك أذية جهازية. في مستويات مصلية للكحول هاي معنى يعني بأهداف طبية وقانونية مشان المحاكم. بالتدبير مصنفينه لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى اللي على اليسار اللي بيكون عنده جلاسكو 15، ما في قصة فقد وعي، ما في نساوي ولا في عوامل خطورة. هذا المريض فحص بس وتخريج عادة. المجموعة الثانية اللي بيكون في عندهم قصة فقد وعي أقل من 30 دقيقة وفي نساوي حوالي 60 دقيقة وما في عوامل خطورة، ودي نطلب لهم طبقي. طبقي نشوف حسب الموجودات اللي موجودة عنه، ممكن نشوف كسر خطي أو غائر، نزف أو تقدم أو غيره. إذا ما موجود كمان تخريج ومتابعة. إذا كان موجود إنه نشوف إذا بده جراحة ولا لا. إذا بده جراحة على الجراحة، إذا لا قبول في المشفى ومراقبة، ومنعدله السي تي أكثر من مرة لنتأكد إنه وضعه الصحي صار جيد، وتخريج بعدين. المجموعة الثالثة اللي بتكون عندهم جلاسكو 15 مع عوامل خطورة، أو 13 ل 14 ومع أو بدون عوامل خطورة، كمان نفس المعاملة يعني إنه من طواقيه ومنشوف إذا في عنده شيء أو لا. عوامل الخطورة إنه قصة رد غامضة، استمرار نساوي بعد الرد، نساوي قبل الرد أكثر من 30 دقيقة، علامات سريرية لكسر الجمجمة، صداع، أقياءات، علامات عصبية بؤرية، نوب، اختلاج، العمر فوق 60 أو تحت 2 سنين، اضطرابات تخثر، والحوادث عالية السرعة. حوادث عالية السرعة عود بيجوا غالبا مالتي ترا. يعني أذية الرأس المتوسطة بتشكل 10% من مرضى إصابات الرأس اللي بنشوفهم في غرفة الطوارئ. قادرين على اتباع الأوامر البسيطة، عندهم تخليط وسم
ممكن يكون عندهم علامات عصبية بؤرية أو بيتطور عندهم مثل الخزل الشقي. 10% منهم بيحدث عندهم تدهور في الوعي ويتحولوا لمرضى التصنيف الثالث اللي هم مرضى ردود الرأس الشديدة. بهود مرضى التعامل معهم بيكون قصة قصيرة، بعدين يعني بناخذ قصة قصيرة مباشرة، وبنفس الوقت نحن عم نجري الاستباب القلبي الرئوي أولا قبل التقييم العصبي. 40% منهم عندهم موجودات على الطبقة، 60% بيكون طبقة طبيعي. من ال 40% 8% منهم قد يحتاج للتدخل الجراحي. كل المرضى هون يجب أن يقبلوا في المشفى حتى لو كان سي تي طبيعي. تدبيرهم يعني إنه نفس التدبير ردود الرأس الخفيفة، بالإضافة إنه اختبارات دموية للطبقة رح نعمله، بنعمل فحوص عصبية متكررة لهم، القبول في المشفى في حال تحسن تخريج، في حال تدهور الوعي بنعدله الطبقة مرتين ونشوف إذا في آفة منتشرة أو آفة فوكال وإذا بده جراحة أو لا. بردود الرأس الشديدة غالبا ما يأتي المريض بإصابات متعددة، غير قادرين على إطاعة الأوامر البسيطة حتى بعد الاستتباب القلبي الرئوي. في درجة عالية من المرضى والوفيات، 41% من هؤلاء المرضى قد يحتاج للتدخل الجراحي، يعني 70% من طبقياتهم بيجي فيه مشكلة، 30% بيجي بيكون طبيعي. هو دي التدخل، يعني لازم يكون عليهم بشكل سريع، لأنه استراتيجية wait and see قد تكون كارثية، والأفضل هو تشخيص وعلاج جاني. في تدبيرهم 3 عوامل إن وجدت فهي تشير إلى أنه سيحدث ارتفاع في الـ ICP الذي سيترافق مع نتائج سيئة. أي طبعا الدكتور حسن زميلنا أنه ذكر بالمحاضرة الماضية كثير عن تدبيرهم في العناية، اللي هو هبوط الضغط الانقباض دون الـ90، العمر فوق الـ40، وضعيات محركي فصل الخشر أو فصل مخ. و30% من هؤلاء المرضى عم بيوصلوا بنقص أكسجين على الإسعاف، 12% بجوز يكون عندهم فقر دم أو هم ذكرين بيكون دون 30. 13% من هؤلاء المرضى بيكون عندهم ضغط الانقباض دون 90، لهيك كان لزام الوصول لاستقرار الهيموديناميكا السريع. بالنسبة للطريق الهوائي أهم شيء، يعني أول مريض يوصل على الإسعاف برد الرأس شديد، تأمين الطريق الهوائي خاصة إذا مترافق مع ردود وجه شديدة. الحصار التنفس العابر هو المرافق المتكرر لردود الرأس الشديدة، توقف التنفس المطول هو السبب المباشر للموت، السبب المباشر للموت مباشرة عند الحادث. بعض المرضى ممكن يطولوا متلازمة الأسرة التنفسية أو يصير في عندهم استنشاق أو انقماص رئوي. التدبير الأكثر أهمية هو تأمين الطريق الهوائي الفعال، غالبا هو بيكون التنبيب باكر مع تزويد بأكسجين 100%. الضغط الشرياني قلنا أنه هبوط الضغط الشرياني دون 90 يزيد بنسبة الوفيات من 27 ل 50%. الفحص العصبي ليس له فائدة طالما أن المريض لديه هبوط ضغط. يعني أحيانا كتير بيجي لعنا مريض رد راس أو حادث سير، جلاسكو بيكون دون 9، المريض نشوف على الطبق بنبلش نحسن له حالته العامة، نكون جاهزين له أنه بدنا نقبله، بنحسن له بحالته العامة، بيصحى المريض ووصل إلى أسكول 14 أو 15. الأسباب المحتملة لهبوط الضغط مثل الصدمة العصبية في أذية النخاع الشوكي، صدام التامور، الريح الصدري، الأذية الصدري، الأذيات الأخرى مثل كسور الحوض. هبوط الضغط الناجم عن رد الرأس الصافي ما بنشوفه إلا في المراحل الأخيرة عند الوصول للقصور البصلي، وعادة هبوط الضغط بيكون مؤشر لفقدان دم ظهر أو خفي بردود الرأس. تأمين خط وريدي وإعادة الدم والسوائل بالسرعة الممكنة. قسطرة بولية لكل البالغين مشان تسجيل وقياس الصدر البولي والتحري عن البول المدمى. صورة شعاعية للعمود الرقبي، هاي كتير مهمة، يعني إنه نشوف إذا في كسور عظمي أو إذا في غياب للاصطفاف، نشوف اصطفاف الفقرات الرقبية، إذا في تورم أنسجة رخوي أمام الفقار ممكن تدلنا إنه في أذى. صورة الصدر مشان إذا في ريح أو صباب أو كسور أضلاع وسطان تامور أو أنبوب رغامة. صورة الحوض الأمامي الخلفي والجانبي، كسور وضياع دموي شديد خاصة كسور الحوض. صورة البطن الأمامي. المرضى ردود الرأس الشديدة غالبا اللي عم يجوا غير واعين، لازم يكون مجرى لهم يعني بحطوا لهم قبة قاسية في الدلفي أو قبة قاسية تثبيت للعنق. في حال تأكد من وجود كسر عمود رقبي يمكن إجراء الـ CT أنجيوغرافي أو MRI للتأكد من سلامة الأوعية الفقرية والسباتية. طبعا هي ما هي دراسة، يعني ما بتكون هي دراسة مبدئية، ما من المريض لسه ما عنده الإصابة، بعد قبوله وبعد تحسين حالته العامة ممكن نطلب هيك. أثناء الإجراء الاستتباب الهيموديناميكي يقوم الفحص بتقييم شامل للمريض. 50% من هؤلاء المرضى
يكون لديهم إصابات في أماكن أخرى من الجسم وتستدعي تدخل اختصاص آخر. الفحص العصبي نقوم بتقييم عصبي سريع وشامل بعد استقرار الهيموديناميكي. الاستجابة الأفضل نتكون على سلم جلاسكو، نأخذ الاستجابة الأفضل. إذا المريض أعطانا استجابة متدني بعدين أعطانا استجابة أفضل، هي الاستجابة الأفضل. عند اختلاف الاستجابة عند تنبيه الأطراف مشان يبقى المنبه الألم لسرير الظفر هو المنبه المعياري. نقيم وظيفة القشر الدماغي عن طريق سلم الوعي سلم جلاسكو، وظيفة جزء من الدماغ، الاستجابة الحداخية وحركات العين. العمر المتقدم قلنا ونقص الأكسجين وهبوط الضغط تؤثر سلبا على التقييم، إلا أن يعني بالنهاية هي بتشارك في إعطاء القرار النهائي حول حالة المريض. من الشغلات الإسعافية اللي ممكن نجريها المريض، ممكن نعمل له خزع بالغامة، إذا في بده تفجير صدر ممكن نعمل له تفجير صدر، طبعا تثبيت العنق حاكينا عليه. الفحص العصبي، فحص حركات العين، الفحص الحركي، الفحص الحسي، نشوف ارتكاز الحدقة للضوء، نفحص كمان المنعكس العين الرئيسي أو عين الدنيا والمنعكس العين الدليزي. هون بالنسبة لفحص الحدقة نشوف أحيانا قد يحدث تقبض خفيف في الحدقة ثنائي الجانب في المراحل الباكرة من انفتاح المحشنة. قبلون أنه توسع الحدقة وحاد الجانب نشوف بشلول الأعصاب، شلول الأعصاب القحفي الثالث بشكل سنوي للفتق عبر الخيمي. انه التوسع ثنائي الجانب اذا كانت يعني اذا كانت ثابته او استجابه خفيفه نشوف نقص ترويه الدماغ او شلل ثنائي الجانب. هون الاستجابه التناقضي لما نضرب الضوء على العين ما بصير في استجابه، نضرب الضوء على العين الثانيه بصير في استجابه في العين الاولى. اذا كانت الاوساط ضمن العين سليمة قلنا بتدل على أزيت العصب البصري. الأخوان قد يحدث تقبض خفيف في الحدقة ثنائي الجانب في المراحل الباكرة من الانفتاق المحجني بسبب ضغط السبل الودي المحركة للحدقة في الوطاء، وبصير عندنا سيطرة لنزيف الودي. تقبض الحدقة ثنائي الجانب نشوفه شغلات دوائية أو اعتلال دماغ الاستقلاب وآفات مخربة للجسر. هورنا روحات الجانب بردود الرأس، وندور على الأذية في العنق وقمة الرياض غمض السواتي. إذا المريض إجا وفي عنده حدقة متوسعة أكثر من 6 مليمتر وغير متفاعل للضياء مباشر وغير مباشر، غالبا تكون ناجمة عن الرد المباشر للعين، وعادة تكون وحاديت الجانب ولا تترافق بشكل في عضلات كرة العين. الإجراء التشخيصي سي تي هو الإجراء المختار في تقييم ردود الرأس. يجب أن يجرى بالسرعة الممكنة في ردود الرأس الشديدة عادة خلال نصف ساعة. خلال نصف ساعة نحن لازم نكون واصلين للأسباب الهيموديناميكية وعاملين فحص للمريض ومطلوب السي تي وعم نشوف صورته. يكون في ردود الرأس الشديد الطبيعي في 30% من الحالات، 70% يوجد اضطراب، ما يكون عن 10% من الآفات الموجودة نشوفها على السي تي ناقص الكثافة، 19% عالية الكثافة صغير جراحي، 41% آفات عالية الكثافة جراحية. نشوف الوزمة الدماغية اللي بتكون ناقص الكثافة بؤري أو منتشرة. منتشرة من الصعب أنه تحديدها لعدم وجود منطقة طبيعية مقارنة، لكن الشيء المميز فيها انضغاط الجهاز البطيني أو المحاء الصهاريج. ممكن نشوفها التقدم الدماغي مثل ما قلناها منظر الملح والبهار، النزف فوق الجيف عالي الكثافي عادة محدد الحواف محدد الوجهين. قد تظهر بؤرة ناقص الكثافي على شكل مثل الدوامة يعني ضمن كتلة النزف، غالبا ما تشير إلى بؤرة فعالة ضمن النزف، يعني حتى لو النزف صغير هذا بده مراقبة لصيقة لأنه بأي لحظة من اللحظات ممكن يتحول لنزف جراحي. نزف تحت الجافي مقاع الوجه الداخلي عالي الكثافي بشكل أقل من النزف فوق الجافي. المستبطن نرى عادة في فص الجبهة ومقدمة الصدغة، ويمكن أن نراه في أي مكان في الدماغ. منطقة عالية الكثافة تحيط بها منطقة ناقص الكثافة بسبب الوظمة. الاستسقاء الدماغ الانسداد الحاد من الممكن أن نراه بشكل ثانوي لنزوف الحفرة الخلفية، نزوف الكبيرة في الحفرة الخلفية. الأشياء أن نشوفه الاستسقاء الثانوي المتأخر اللي نشوفه ب 6% من مرضى ردود الرأس الشديدة وعادة بعد أسبوعين من الرد. فنتريكلوغرافي كان يستخدم قبل ظهور السي تي حقا ضمن البطينات، لم يعد مستخدما حاليا عند توفر الطبقة. الانجيوغرافي اذا كان السي تي غير متوفر واذا كان في عنا شك بافي وعي والموجودات لان على الطبقة ما تتناسب مع الحالة العصبية للمريض ممكن السي تي انجيوغرافي. كسور قاعة الجمجمة من خلال العظم الصخري او ردود العنق او كسور العمود الرقبي من خلال الثقب المستعرضة كلهم معرضين لخطر اصابة الشرايين السواتي والفخري.
ممكن يقدموا وسيلة سريعة لتقييم إصابة الأوعية الدموية في العنق وداخل الجمجمة. الإم آر آي بيساعدنا في المرضى الإصابات الدماغية الرضية، خاصة هو المرضى اللي بيكون موجود على الطبقة غير مقنعة أو ما له طبقة طبيعي بس في عنده أعراض عصبية. طلع لك هاي الصورة، هاي المريض عنده ديفيوز أكسل إنجري، بين هون بؤر ناقص الإشارة. مراقبة الـ أو الـ intracranial pressure، الردود الرئاسي الاستسباب الأكثر شيوعا لمراقبته، القسطرة البطينية وفوق البطين هي الطريقة الأكثر استخداما وفائدة لقياس الـ ICP وضبطي، وكذلك حساب ضغط الأوروات الدماغي. الإقفار الدماغي هو النتيجة الثانوية الأكثر أهمية التي تؤثر على النتيجة بعد أذية الرأس. قياس الـ CBP أكثر فائدة من قياس الـ ICP. يوصى بالحفاظ على ضغط الأوروات الدماغية أكثر من 60 ملم زئبق أو 60 ملم زئبق على الأقل، كمان ما بصير يرتفع كتير لأنه له تأثيرات سلبية. عادة المريض اللي بيطيع الأوامر البسيطة الكلاسيك عنده أكثر من 9 لا يحتاج لمراقبة ضغط اللقاح، بتكفي مراقبة سريرية. المرضى اللي ما بيستطيعوا متابعة الأمور البسيطة ولديهم موجودات على الطبقة، احتمال حدوث ارتفاع الـ ICP بيكون عالي عندهم 53 ل 63%. الـ ICP الطبيعي لدى الأشخاص الطبيعيين أو المرخيين يجب أن لا يتجاوز 10 ملم زئبقي، بين 10 وال 20 في الزيادة المتوسطة في الحجم ضمن القحف، أكثر من 20 يدل على آفة قتالية هامة أو أزمة دماغية شديدة ومنتشرة. ومثل ما حكينا يعني تم التوسع في قياس الاي سي بي في بحث العنايه المشدده اللي اعطاها الدكتور حسن. المعالجه، الهدف الرئيسي للعلاج هي الوقايه من حدوث الاذيه الثانويه للدماغ. العلاج الدوائي مضادات الاختلاج، استخدام الوقايه اصبح واضح المعاني في ردود الراس الشديده اللي نشوف نحن نوبه بالاختلاج الباكر عليه اول 7 ايام، اللي نحن بنعطي وقت الفيمتوين لمده اسبوع حمايه مشان ما يصير فيه نوبة اختلاج باكرة، وبنوقفه في حال تكرار النواب يمكن إعطاء الفينتوين أو ضادات الاختلاج لمدة سنة على الأقل. المانيتول علاج ارتفاع الضغط ضمن القحف، الجرعة الأكثر استخداما 0.25 لواحد جرام على الكيلو جرام دفش وريدة متقطع خاصة قبل الجراحة، وتبين إنه أزمنية المصل ما لازم تزيد عن 320. اللازكس مشاركي لوحده أو مشاركة مع المانيتور في علاج ارتفاع الضغط من القحف، كمان مو لازم ننتبه إنه الضغط الدموي يكون فوق 90. الباربيتورات يجب أن لا تستخدم في حال وجود هبوط الضغط. الترانكس أميك أسيد، هذا صار الدراسة عليه بال 2013 وبعد، يعني إنه صار يدرسوا تأثيره على ردود الرأس. قبل كانوا يطبقوه على كل المرضى، أول شيء بلشوا يطبقوه على كل المرضى وبأي وقت المريض وصل على الإسعاف، لقوا إنه يعني إنه في تأثيرات، أحياناً لقوا في تأثير أحياناً لا. بعدين الدراسة اللي طلعت بعدين قال لا، إنه إذا المريض عم يجي ورد رأس شديد وجلاسكو مدهور وعنده نزف كبير أو أذية كتير كبيرة دماغية، نحن الشغلة اللي بدنا نحميه منها صارت عنده، ما هو المرضى ما راح يستفادوا عليه. حطوا معايير اللي هي إنه لازم يكون المريض عنده الجلاسكو فوق 9، الحدقات الساعات المتفاعلة عنده، ولازم يعطى أول 3 ساعات من الإصابة. لهيك يعني دول متقدمة بيكون موجود في سيارات الإسعاف بنعطى 1 جرام ل2 جرام دفش وريدة. التأثير الأعظم يكون على ردود الرأس الخفيف المتوسطة، التأثير بعد 3 ساعات أو عنده وجود علامات انفتاح دماغي أصغري، و قلنا تأثيره إنه عرضه ضد الرأس خفيف ومتوسط. التأثير إنه بينقص نسبة الوفيات حوالي تقريبا 12%، هيك يجب الدراسة وهيئات الدراسة موجودة. العلاج الجراحي، معظم النزوف فوق الجافي وتحت الجافي وحتى النزوف المستبطن التي تترافق مع انحراف خط ناصف أكثر من 5 ملم بيتم تدويرها جراحيا. الأورام الدموية الكبيرة في فص الصدغة تكون تحمل خطورة عالية لحدوث انفتاق عبر الخيمة أكثر من الأورام في فص الجبهة والجدار والقفوي. علاج تقدم الدماغ غير واضح تماما، حيث أظهر الدراسات على المرضى الذين لديهم ICP مرتفع أكثر من 30 ملم زئبقي يحتاجوا لجراحة في النهاية. بالنسبة للورم الدموي تحت الجافي الحاد، قد يكون مدى الإصابة الدماغ الثانوي أكثر أهمية من الورم نفسه، يعني ورم من النزف. أكثر عرضة لتطوير مضاعفات نقص التروية الدماغية ووزن الدماغي وزيادة الضغط ضمن القحف، عادة ما يكون مريض النزف تحت الجافي مسبوط مع توسع حدقة موافق وخزل شقي مقابل ووضعية فرط بسط. قد يكون هناك خزل شقي موافق ناتج عن ضغط سويق المخي المقابلي.
قبل الجراحة مباشرة، إذا المريض بدنا ندخله عملية تطبيق إجراءات عالية من المليتور قبل الجراحة، ممكن يساعدنا بنقص الوزن الدماغي بعد الجراحة، بحسن استجابة الحدقة وقبض الأكسجين، قبض الدماغ للأكسجين. بصير إسعاف كتير التدخل، عم بيكون عندنا جلاسكو كتير منخفض، وهناك دلالة على انفتاق أو ارتفاع توتر ضمن القحف. تجرى الجراحة بشكل إسعافي، عادة شق بشكل إشارة استفهام، جبهة صدغة الجداري والفلاب، كمان جبهة صدغة جداري مشان نتعامل مع الخط الناصف، وإذا احتاجنا تنظير أجزاء من الفص الجبهة والصدغة أو الجدار عند الحاجة. هاي تقريبا هاي الرسمة الكاريكاتيرية هي مبينة هون. هلا يمكن استئصال جزء من العظم الصدغي صغير الحجم قبل استكمال الفلاب، هاي وقت بكون النزف كتير مهدد للحياة، ممكن هذا التداخل إنه بخفف النزف. قبل الاستكمال الفلاب العظمي في حال كان تدهور المريض سريعا، استئصال العظم الواعي تحت الصدغة مفيد في ضبط الاي اس بي بعد الجراحة. هون هاي المنطقة بعد فتح الجافة وتفريغ النزف، تترك تفريغ النزف إذا في شيء مثلا وعاء موجود لقيناه هو النزف إرقاؤه، تترك الجافة مفتوحة ولا يعاد الفلاب العظمي عادة. الحماية إنه ما يصير، لأنه غالبا هو المرضى بيطوروا وزن دماغي، نحط الفلاب العظمي في البطن. يعتمد تدبير النزف تحت الجافة الحادة على عدة عوامل. نلجأ للعلاج المحافظ عند مرضى اللي بيكون عندهم جلاسكو 13 فما فوق، غياب النزف المستبطن أو التكدم، غياب الوزن الدماغي أو إغماء الصهاريج القاعدي، وانحراف الخط الناصف يكون أقل من 10 مم. يعني حتى لو كان النزف يعني كبير، إذا أجى المريض وعيه جيد ممكن إنه نلجأ للعلاج المحافظ. الإنذار سيء عادة، ونسبة الوفيات تصل حتى 50%. نسبة كبيرة من هذه الوفيات ناتجة عن إصابة الدماغ الكامني، ليس عن نزف تحت الجافة الحاد نفسه. بعض الحالات الخاصة بالنزوف تحت الجافة الحادة، النزف بين نصفي الكرة الدماغي عند الأطفال، ومن المحتمل أن ترتبط بإساءة معاملة الأطفال. في البالغين قد تكون نتيجة ردود الرأس في 79 إلى 91%. معدل الوفيات أعلى عند وجود مستويات متدنية من الوعي، يعني غالبا وقتها بتكون مترافقة مع زيادة يعني مثل التكدم أو وديت عصبونات منتشرة أو النزف المستبطن. لكن في الواقع إذا كان نزف صافي، معدل الوفيات بيكون أقل من النزوف تحت الجافة 24%. مقاربة جراحية للنزوف الكبيرة باراسيجيا الكرانيوتومي تحمل خطورة، هذا الشيء يعني لازم نعرفه، تحمل خطورة احتشاء الوريدة أو وديدة الجيب السهمي. هذا التدخل النزف تحت الجافة الطفلي، نشوف صدمة طفيفة في الرأس دون فقدان أولي للوعي أو تقدم دماغي. الأكثر شيوعا هو السقوط للخلف من الجلوس أو الوقوف. غالبا الأطفال بصير يبكوا مباشرة بعد شيء دقائق لساعة، ممكن يصير عندهم نوبة صرع. عادة ما يكون عمر المرضى أقل من عامين، معظمهم بين 6 شهور و12 شهر، العمر اللي ببلشوا فيه إنه يوقفوا على الحيط أو شيء يمشوا. 75% بيكون منه ثنائي الجانب. النزف فوق الجافي، السيناريو الأكثر شيوعا كسر صدغة يمزق شريان سوحي الأوسط. عند الأطفال كسر كسبب هو بيكون أقل تواتر. التظاهرات العصبية اعتمادا على تكون على حجم ومكان للورم الدموي والسير السريري. الأكثر شيوعا أن يصبح مريض النزف فوق الجافي عرضي خلال أقل من 24 ساعة. نادرا ما يتطور بتقنه النزف شريان. عادة تشاهد الفترة الصافية بشكل شائع في النزف فوق الجافي، فقد وعي قصير يطلوه صحو، بعدين يتدهور الوعي وممكن يتطور عند المريض خزل شقي. ممكن يوصل المريض غايب عن الوعي منذ البداية للإسعاف. هون مو هون المشكلة بس في النزف، المشكلة بيكون الآفات المرافقة له والمشاكل اللي صار معه مثل التكدم الدماغي وزيت العصبونات المنتشرة أو النزف المستبطن. النزف الناجم عن نزف وريدي بيكون عادة سيره أبطأ وغير كافي، إنه يشكل خسارة كبيرة ضغطة، وممكن يعني عادة يعالج علاج محافظ. النزف الحفرة الخلفية عادة بيكون خطير ولازم يقارب جراحيا إذا كان حجم النزف أكثر من 15 مليمتر. وبشكل عام المقاربة الجراحية تعتمد على عمر المريض، الحالة العصبية، الوقت الذي مر على الذي الحالة العصبية، خاصة يعني إنه أول ما يجي المريض على الإسعاف، الوقت الذي مر على الذي حجمه ومكان النزف، تطور الخسر على سلسلة سي تي. يعني المريض موجود عندنا صرنا نطلب له طبقات، لقينا نزف أو زيت ممكن تدخل عليه جراحيا. عدد النزف اللي أكبر حجمه أكثر من 30 مليمتر وسمكته أكثر من 15 مليمتر مع أو بدون انضغاط مرافق في الصهاريج أو انزياح خط ناصي أكثر من 50 مليمتر يقارب جراحيا. فلاب جلدي فوق مكان النزف، وسد عظمي فوق النزف تماما.
يتم تفريغ النزف وإرقاء الأوعية في حال وجودها، يتم رفع الجافي بخطى التعليق منعا لنكس النزف، تعاد السد العظمي. طبعا من شمع العظم لأنه في جزء كتير كبير من النزوف يكون سببه هو عظمي بسبب كسور الموجب. لهون مرضى الاستسقاء الدماغي اللي بيكون عندهم استسقاء ولادي أو استسقاء ثانوي يعني بعدين، اللي بيتعرضوا لرد رأس لازم مراقبته مراقبة لصيقة، ومقاربة النزف صار عندهم هذول المرضى نزف فوق جافي أو تحت جافيحات مقاربة دقيقة ولصيقة وأحيانا عنيفة، يعني بغض النظر عن حجم النزف لأنه ممكن نزف صغير بالحجم قد يكسر المعوضة عند هذول المرضى. بعض النزوف الخاصة، النزف فوق الجافي المتأخر عادة بيجي المريض طلعنا على الإسعاف نعمل له طبقي، ما بيكون في عنده نزف، غالبا بيكون في عنده كسور خاصة يعني كسور متعددة بالجمجمي. التصوير الثاني بيكون مطور نزف. عوامل خطر محتملة، التصحيح السريع للضغط ضمن القحف إما جراحيا تفريغ نزف مقابل ممكن يطور عنا نزف في الطرف الثاني، أو دوائيا مدرات البول أو المانيتول. التصحيح السريع لصدمة نقص الحجم ممكن يسببنا نوبة ارتفاع ضغط، ممكن يصير في عنا إذا في عنده ضعف بالوعاء أو في أزيد جزئي بالوعاء ما يسبب النزف فوق جافي تصير تسبب. اضطرابات تخثر بتميل إلى الحدوث في المرضى الذين يعانون من إصابات شديدة في الرأس وإصابات متعددة أخرى. أيضا بشكل غير متكرر في إصابات خفيفة في الرأس وجلاسكو بيكون أكثر من 12. الكسر الجمجمي يعني تم تحديده كتير بشكل شائع خاصة كسور القاعدة الأمامية، كسور القاعدة الأمامية كسور سقف الحجاج المتعددة. أحيانا بيجي المريض ما بيكون عنده نزف بعد 24 ساعة بيكون بلا صار يطور نزف فوق جبهي. النزف في الحفرة الخلفية قلنا بشكل 5% من نزف فوق الجافي، شائع في العقدين الأول والثاني، جيوب وريدي أو مجهول المصدر، المقاربة الجراحية عندما يكون حجم النزف أكثر من 15 ملم. التقدم الدماغي والنزف الدماغي المستبطن يمكن أن يكثر التقدم بعد انقطاع فترة على الرد، لذلك من الهام إعادة دراسة الشعاعي. الأعراض التقدم على طبيعة الرد تعتمد على الأذية المرافقة، إذا كان تقدمها صغيرة ومتعددة غالبا بعد الاعتداء والسقوط بيكون سرير جيد، أو قد تكون كبيرة مع تأثير كتلي وانحراف خط ناصي. يترقى التأثير الكتلي مع الوقت بسبب تطور الوزمي المرافقة، قد يؤدي التقدم الصدغ الكبير ضغط موضع وانفتاق محجن بدون ارتفاع عصبي مثل ضغط الجوار. الفص الصدغ المفجور ترافق التقدم الصدغ مع نزف تحت جافي ممكن يكون مميت. التقدم الجافي ثنائي الجانب ترافق مع انفتاق مركزي وارتفاع ضغط من القحف، يصير في نغمال الصهارج القاعدي صغر حجم البطينات واختفاء البطين الثالث، نقص مترقي في الوعي. العامل اللي بتقود لعلاج مريض التقدم الدماغي الحالي العصبي للمريض خاصة الوعي، مكان التقدم، ضغط من القحف والبطينات الدماغية والصهاريج زي ما احنا شايفين على الصور. هون عندنا تقدمات منتشرة بالإضافة إلى تقدم جبهي صدغي ثنائي الجانب، البطين الثالث والبطينات الجانبية تقريبا راح كليتها، ونحن تقريبا بالمستويات تحت شوي. هون تقدم جبهي وتقدم صدغي في دفع خط ناصي، هون عندنا وزمة دماغية. المريض الواعي اللي ما عنده اضطرابات عصبية يتم تدبيره بشكل محافظ. المريض متدني الوعي أو المسكوت مع تقدم كبير أو تأثير كتلي أو انحراف خط ناصف ممكن يستفيد من فتح القحف وإزالة نسيج الدماغ المتقدم، يصير عندنا حج قحف. التقدم الصدغي في النصف المسيطر مع تأثير الكتلي فقط فتح القحف بدون إزالة النسيج الدماغي. مريض التقدم المزدوج مع ارتفاع متوسط في القحف وغياب صهاريج قاعدي عادة نبلش علاج محافظ مانيتول فرط تهوي خفيف محلول ملحي مفرط توتر 3% بالإضافة للتركيز العميق. في حال الفشل ممكن نجري حج قحف ثنائي الجانب. هاي هون تقدم جبهي ثنائي الجانب عاملين حج قحف هون، وحتى غالبا شايلين جزء من الفص الجبهي. هاي صورة المراقبة بعدين. النصف المستبطن منطقة تجمع دم متجانس داخل البرانشيوم الدماغي أكثر شيوعا في الناحية الجبهية والصدغية، قد تكون متعددة في 20% من الحالات. بالمقارنة مع التقدم الدماغي النصف المستبطن ناجم عن أزيد الأوعية الثغرية في النزوف العميقة والأوعية القشرية في النزوف السطحي. وزمة حول النزف بعد عدة أيام،
المرضى الذين لديهم وعي منخفض مع تأثير كتلي وانحراف خط ناصف قد يستفيدون من تفريغ النزف وفتح القاعات. التقدم أو النزف المستطن الصدغي قد يحدث لديهم انفتاق عبر الخيمة حتى بدون ارتفاع الضغط من القحف، لذلك يجب أن نخضعهم لمراقبة لصيقة في حال عولجوا بدون جراحة. الأورام الدموية العميقة حول النواة القاعدية والجسم السفنائي غالباً يعني نشوف بشكل عفوي مرضى ارتفاع الضغط، وأحياناً قد تكون موجودة بشكل رضي غير مناسب للتفريغ الأمين. الأورام المستبطنة المتعددة مع ارتفاع الاي سي بي ممكن أنه تتفرغ الخسارات الكبيرة، بس في حال كانت الخسارات متساوية ومع دلالة على ارتفاع ضغط ضمن القحف، المعالجة مثل ما قلنا بتوجه نحو ضبط الاي سي بي، وفي حال الفشل قد نجري فتح قحف حج قحف ثنائي الجانب. الإنذار يعتمد على الحالة العصبية البدية ومكان الورم الدموي، وإذا في عنا أذية مرافقة مثل أذية عصبونات منتشرة وعلى ارتفاع التوتر ضمن القحف. الكسور الغائرة غالبا ما تنتج عن قوة مؤثرة كليلة أو حادة ذات طاقة عالية، هي بتسبب الكسر الغائر. الكسر الغائر يعني تكون حافة الصفيحة الخارجية لحافة الكسر تحت مستوى الصفيحة الداخلية للعظم السليم المقاول لها. تقع معظم الكسور المخصفة في المنطقة الجبهية والجداري القبي يعني، ولكنه يمكن أن تحدث في أي مكان في الجمجمة. 25% من المرضى اللي عندهم كسور غائرة ممكن يجونا بحالة فقدان وعي وعواقب سريرية للنزف داخل الجمجمة تحت منطقة الكسر. ممكن الكسور ممكن تكون مفتوحة أو مغلقة بناء على سلامة فروة الرأس اللي تغطي. الكسور المنخسفة المفتوحة على تكون على اتصال مباشر مع البيئة الخارجية، وبالتالي يفترض أنها ملوثة. غالبا ما يكون التداخل الجراحي مطلوبا في هذه الحالات من أجل التنظير وإصلاح التمزقات في الجافي وتنظيف شظايا العظم وإخلاء الورم الدموي الكامل ورفع الكسر المنخفض. الكسور المخسفة التي تعبر الجيوب الوريدية تحتاج إلى عناية خاصة. الضغط على الجيوب الوريدية قد يؤدي لارتفاع الضغط داخل القحف ويزيد من خطر الإصابة بخثار الجيوب، قد يكون خطر حدوث نزف مع تحريك الكسر كبير أيضا، يعني الواحد بده يعرف المقاربتين شلون. لذلك من المنطقي مراقبة مريض مستقر عصبيا مصابا بكسر مغلق على الجيوب الوريدي. تنظير فروة الرأس وحده بدون رفع الكسر هو خيار آمن لمريض مستقر عصبيا يعاني من كسر مفتوح يعلو أحد الجيوب، ومع ذلك يجب أن يخضع المريض غير المستقر عصبيا للرفع بشكل عاجل. يعني مريض عنده مثلا كسر غائر فوق الجيب وفي نزف فعال لازم يكون التداخل عليه بشكل إسعافي. سي تي طريقة التصوير القياسي المستخدم لتقييم سلامة الجمجمة والبرانشيم الدماغي. شايفين كسر غائر غالبا هاي الشظية داخلة على ضمن المادة الدماغية. سي تي فينيوغرافي لتقييم إصابة الجيوب. الإمارة والإماراي الإصلاح الكسور الغائرة المغلقة وعمل جراحة انتخابي ممكن تأجيله، يعني يجرى لأسباب تجميلية فقط ويصبح إسعافيا عندما يؤدي إلى تشوه كبير. عندنا هاي الصورة هون، يعني صاير تأثيره مثل تأثير نزف فوق جافي تقريبا كبير. في حال وجود ورم دموي كامل خلف الكسر، عندما يكون الكسر على مستوى الجيب الجبهي، لأنه يعتبر هون إذا كان الكسر الغائر على مستوى الجيب الجبهي يعتبر كسر مفتوح، لأنه بيصير فيه اتصال بين الوسط الخارجي والدماغ، أو إذا ترافق مع أذية مخترقة في الدماغ أو تأثير كتلي قلنا مثل هذا ذات ذو تأثير كتلي. أما الكسور المنخسفة المختلطة تعتبر إصعاب جراحة عصبي بسبب خطر انتشار الأمتان إلى داخل القحف، تجرى جراحة أول 24 ساعة. تدبير الجراحة عادة بالكسور المغلقة بفلاب نظامي أو خطي فوق الكسر. الجروح المفتوحة تمديد من حافتي الجرح نصير نحسن مدته. بالجروح دائما يعني الأفضل احترام حافة الشعر. هاي عنا كسر هون مغلق صاير على الجيب. تصوير الوعاية شايفين انه غايب المادة الظليلية فيه. في حال كانت الشظايا العظمية ما زالت متصلة مع العظم الأم نرفعها فقط. في حال كانت متحطمة ولكن محافظة على شكلها وتموضعها يمكن رفعها وتثبيتها بصفائح معدنية، نحن هون يعني أحيانا نثبتها بخيط. أما إذا كانت غير قابلة للإصلاح يمكن استبدالها بصفيحة تيتانيوم خاصة أول 24 ساعة. في حال وجود أذية جافية يجب إغلاقها بشكل كتيم لمنع تطور ناسور ولمنع انفتاح نسيج الدماغ من الجرح ولمنع الإمتان. من الأسباب الداعية لعدم إعادة تصنيع وتشكيل القحف ترقيع الجمجمة هو الإمتان
وغير مستقرين، يعني مرضى جانا مريض عنده إصابات متعددة وهيك، وعندنا بصير في عنا تأخير للجرح أكثر من 24 ساعة مشان كمان الانتهاء. أذية الجيوب الوريدية قد تصادف في ردود الرأس النافذ وغير النافذي، ويمكن أن تنتج عن اختلاطات أثناء إجراء عمليات حج القحف. يجب الاشتباه في إصابة الجيوب الوريدية إذا أظهر التصوير وجود ورم دموي فوق جافي في منطقة الجيوب الوريدية الرئيسية. أحد الدراسات وجد أن 89% من النزوف الرضي المرتبطة بالجيوب كانت مترافقة مع كسر في الجمجمة فوق الجيب. هون عنا نزف فوق جافي فوق الخيمة وتحت الخيمة صاير، وغالبا سبب منطقة الجيب. هون كمان في عنا كسر غالبا سبب أذية في الجيب المعترض. اصطدامات تدخل على أذية الجيوب: إصابة رضي تؤدي إلى نزيف أو تخثر كبير في الجيب. 3 مناطق إذا أصيبت يجب إصلاحها في حال حدوث أذية واضحة فيها مثبتة بالتصوير: 2 الخلفيين للجيب السهمي العلوي، مجمع الجيوب، والجيب المعترض المسيطر. الإجراءات التشخيصية السيربرال أنجيوغرافي إجراء غازي ويحتاج وقت طويل، لذلك لا يستطاع في حالات الإصابات الحادة. وضعية المريض تكون عكس تراندلبرغ بزاوية 60 لتقليل ضغط الوريد داخل الجنب إذا كان نزف غزير. جزء مصاب من الجيوب الوريدي في أعلى نقطة من مجال الجراحة. تجنب الدوران المفرط للعنق، حج القحط ثنائي الجانب لمعالجة إصابات الجيب السهمي العلوي. من الضروري اتباع يعني إنه إصابات الجيب المعترض مفتح فوق وتحت الخيمة لمعالجة إصابة الجيوب المعترضة. هاي هون عندنا كسر خط ممكن يؤدي إلى أذية الجيب. الفلاب عادة نساوي على حرف الجيب مشان نحسن نعمل خطط تعليق. في الكسور الغائرة الأفضل أنه يكون الفتح واسع من الطرفين، وآخر منطقة نقرب عليها هي الشظية العظمية اللي داخلة على الجيب. هاي بالثلث الأمامي للجيب السهمي العلوي ممكن ربطه، طبعا بعد عزله عن المشول وبعد عزله عن الجافي كلياته نربطه. انتهت المحاضرة، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك ويسلم يديك دكتور موفق، مشكور. هلا انا اذا الدكتور ايمن ما عنده تعليقات، انا عندي كم تعليق بسيط من يعني كثير مهمين، بس يعني المفروض الواحد ينتبه لألون. اول شغله بالنسبه للاقياءات كعرض من اعراض ردود الراس، واللي هو عاده يوزع لارتفاع اي سي بي، حقيقه يعني الاقياء لا يعتبر من اعراض اي سي بي بنسبه 90% من الحالات. عادة الأقياءات اللي بتيجي مرافقة لردود الرأس سببها أحد شغلتين، يا أما ردود الأذن يا أما ردود العين. فهدول الشغلتين بيعملوا أقياءات أكثر من ارتفاع اي سي بي بحد ذاته. الأقياء الناجم عن ارتفاع اي سي بي له مميز إنه أقياء نافور الشكل، ونادرا جدا ما نشوف هذا الشكل من الأقياءات بالمرضى اللي بيراجعونا بالإسعاف بشكل تقليدي. فالواحد ما كتير يعني ياخذ موضوع الأقياء على محمل الجد إذا ما كان بيحمل صفات الأقياءات الناجمة عن ارتفاع اي سي بي. هلا في شغله كنت كاتبها بتذكرها الدكتور موفق بعدين، انه المرضى من عوامل الخطوره لاجراء السي تي ان مرضى ردود الراس انه المرضى اللي بتناولوا مميعات. حقيقه لازم ينسال هذا السؤال لكل مريض رد راس متقدم بالعمر بيجي على الاسعاف اذا كان عم يتناول مميع دم او لا. بالنسبه للتقييم البدء لمرضى ردود الراس، الشيء اللي كان مذكور على ما اذكر انه ما بصير تقيم المريض من الناحيه العصبيه إذا كان ما في عنده استتباب هيموديناميكي، يعني إذا كان البي أو 2 عنده تحت 65 أو الضغط الوسطي الضغط الشرياني الوسطي عنده تحت 85، هذا ما بصير تقيمه عصبيا لأنه نتيجة تقييم خاطئة. طبعا الضغط الوسطي هو 1/3 الضغط الانقباضي مع 1/3 الضغط الانبساطي، هيك بينحسب. بالنسبة لأصطبابات جراحة ذكرت الدكتور موفق أنه بالنسبة للنزف فوق الجافي إذا كان حجم النزف فوق 30 مللتر، هذا الحكي محدد فقط فوق الخيمة، تحت الخيمة 10 ملي لتر يعتبر جراحي. فوق الخيمة 30 ملي متر، تحت الخيمة 10 ملي متر يعتبر جراحي، ملي لتر عفوا. الموضوع الثاني موضوع الضغط، موضوع انحراف الخط الناصف بالنسبة للنزوف والتكدمات. لازم نفرق بين شغلتين باعتباره معيار للجراحة. عندك انحراف الخط الناصف بالنسبة للنزف فوق الجافي وتحت الجافي، إذا انحراف أكثر من 5 ملي متر هذا استطباب جراحي، بينما بالتكدمات والنزوف المستبطني لازم يكون أكثر من 1 سنتيمتر وليس 0.5 سنتيمتر لحتى نعتبره هو من معايير جراحة. طبعا ذكرت أنت كمان بالنسبة للجروح،
بالنسبة للكسر المنخسف لازم نراعي خط الشعر. هلا هاي شغلة مهمة، ولكن الشيء الأهم منه اللي بدك تراعيه هو التوزع الشرياني. دائما الشرايين عم تجي من المحيط باتجاه المركز، يعني من الأذن، من الحاجب، من الجبهة باتجاه الأعلى الرأس، من القذال باتجاه الأعلى. فدائما هذا الشيء اللي بتعرفوه انتم كلياتكم بتعملوه بجوز ما بدون ما تنتبه لهذا الشيء، ولكن الاساس هو احترام التوزع الوعائي، يكون اتجاه نضوه الفرس اللي عم تفتحها باتجاه العين او باتجاه القذال او باتجاه الاذن. وبالنسبه لموضوع استطبابات الجراحه بالكسور الجيوب الوريدي، حقيقه اشتغلنا حالي من شيء اسبوعين، كان دكتور جلال حاضر معنا والدكتور حسن. حقيقة المريضة كانت مستقرة عصبياً وجلاسكو 15 عندها ضعف بسيط بالطرف السفلي، وقررنا أنه ندخل عليها. وحقيقة وقت اللي دخلنا ما استرجينا نشيل الشظي اللي داخلي جوا الجيب، لأنه حقيقة شيء مفزع، شيء مخيف. يعني مريض داخل بدون أي أعراض، عنده شوية ضعف خفيف، يطلع مثلاً متوفي أو عنده مشكلة أكبر بكتير، سواء احتشاء وريدي أو أي شيء ثاني. حقيقة الموضوع بده حكمة أكبر بكتير من يعني جرأتنا على الجراحة. هلا في فكرة أنه أو موضوع أنه إضافي لأنه أنت تأخذ الدراسة بالسيتي سكان، دفع الخط المتوسط وحجم الصهاريج، غياب الصهاريج وحجم البطينات واندفاع الخط المتوسط وكل ياتو، هذا يعني سريريا بدك تربطه. إذا المريض عم يتراجع لو كان تحت الجافة 2 ميلي 3 ميلي مع ناس مستبطين، ولو كانت بقية المعايير ما نواصلي لأنه نقول بالضبط، يعني ما فيك عنا تقيس بالمليمتر بالطبقة وكذا، يعني تفتح، لأن انت ساعة تفتح على ناس تحت الجافة 3 ميلي وهو مانو جراحي نظريان، مريض عم يتراجع كان على مسار نصف الكرة المخية مثل ما قلت بكون واسع دائما، فأنت عم تفضي كمية كبيرة داخل من السائل داخل الدماغ، فأنت عم تنزل الضغط داخل القحفة بتساعد من المريض. أنا بزمان فتحت على مريضة وأنا ماني مقتنع إنه فيني أقدم له شيء، أمه لرفيقه تم يقولوا لا أعمل له شيء أعمل له شيء، ناس مستبطئ ناس تحت الجافي مانو جراحي، بس مريضة توسع حدقة وخزل شقي وصار شغل شقي، فدخلنا عليها وتم التوسع حدقة شي سنين يمكن وهي وعياني وطابت بعدين لحتى يعني، فهي تمت محفورة بذهني يعني إنه مريضة وعياني وتوسع الحدقة عندها، يعني وصلت لمرحلة الانفتاق ورجعت. طبعا. شغلة تانية، إذا فتحت أنت وجرحك كبير فضي الصهاريج مشان تدخل بموضوع السيسترنوستومي، مجرد أنت تفتح الصهاريج وتفضي وتحط فيها درين، حتى مثل ما يعني الدراسات الجديدة هاي مثل ما قلت بدها محاضرة كاملة، بس طالما فاتح وفاتح حط بيتريح كثير. ونظريتهم تعتمد على شغله انه السي اس اف اللي بالصهاريج كله بالطبق الاول كان موجود، بعد يوم يومين المريض تراجع وما عاد في سي اس اف، وين راح؟ الآلية هي انه دخول سي اس اف على النسيج الدماغي تماما، ما انه ما بيروح هذا، وين بده يروح؟ يعني لا بيروح عنه قناه شوكيه ولا بيطلع يعني من محل تاني ولا بيروح على الدم، بيروح ضمن النسيج الدماغي بيعمل وزني. فالآلية هاي درسوها هني وعملوا عليها دراسة بالايزوتوبس بالمشعات، إذا حدا متابع الموضوع لقوا أنه فعلا CSF اللي كان بالصهريج كله فات على الماغ، فالسيستمستومي عم يرجع فيها ويحط فيها الدرين وعم يطالع فيها CSF، عم يرجع للمادة الدماغية للصهريج بعد ما خف الضغط. فهاي النقطة الآلية فيها، وهي إلى يعني صار حاليا منشور يعني عالميا، شيء 7-8 دول دخلت على الخط بلشت تعطي تجربها بالمراكز، يعني نتائج يعني جيدة بالمرضى. اخير شغلي اخيرا انه صال الفلاب، ما دائما اني ما رجع الفلاب اذا الدماغ ارتاح والوضع يعني جيد، ما ضروري انه، لان فتح حج القحف بدون فتح السحايا نتائجه جدا محدوده. هذيك المره تناقشنا وحكينا بالموضوع انه حج القحف ولو بالطرفين بدون نتائجه جدا محدوده، الا اذا صار معه فتح للصهاريج، فبصير يعني غالبا ساعه تفتح الصهاريج ما في داعي اصلا تشيل العظم، بتلاقي الدماغ ارتاح وممكن ترجع العظم برياحة. الله يعطيك العافية ومحاضرة مميزة إن شاء الله. طبعاً يجزيك خير دكتور جلال. طبعاً تعقيباً على كلامك دكتور جلال، هاي المعايير اللي مذكورة بالنسبة للجراحة سواء سماكة الخسرة أو حجم النزف أو هاي مذكورة للمريض الغير عرضي، أما مثل ما حكيت دكتور جلال طالما المريض عم يدهور أو عنده أعراض هذا لازم ينفتح بغض النظر عن الحجم أو سماكة الخسرة أو دفش الخط النصف. اعتبر نصف مستبطن جبهي، ولو استأصلت النزف ولو استأصلت جزء متهتك من الدماغ، أنت عم تساعد تعطي المريض فرصة يعني للنجاة يعني. ف
الأمور وهذه الحياة يعني، ف تعطيه فرصة يعني حتى لو ما بدنا. أبو أحمد. أيوة خلاص صار واضح. إنه الملاحظة اللي أنت أشرت لها إنه الاستقرار الهيمودينامي للمريض كثير مهم، سواء للتقييم العصبي وحتى لإعطاء قرار للجراحة. يعني هاي الحالات الإصابات الشديدة اللي بتجي على الإسعاف أحياناً يكون المريض غالباً مثل ما ذكر بالمحاضرة دكتور الوفاء في إصابات ثانية، فهي بتأثر على قرار الجراحة، يعني المريض ما بيكون مستقر. هل نحن هالإصابة العصبية بدها تداخل ولا لا؟ بدنا نستنى لحتى تحسن العوامل المحيطية، يستقر هيمودينامكيا، بعدين فعلا ناخذ قرار واضح بالجراحة من عدمها. تمام. انت وقت اللي بتشوف هيك شغلات، يعني ممكن انت توجه فريق الإسعاف انه هذا خيوم ممكن يكون في عنده شغلة بالصدر بالبطن، ممكن تحتاج تداخل جراحي إسعافي اكثر من جراحة صحيح العصبية. وهذا الموضوع لهيك المراكز يعني عطول انه سرعه التدبير، سرعه الاستقصاءات واخذ القرارات بتاثر كثير على حياه المريض. تمام، الله يعطيكم العافيه.